خريطة مجسمة توضح هجوم الصليبيين على منطقة الدقهلية في الفترة من 20 صفر إلى 4 ذو القعدة 647 هجرية الموافق 4 يونيو 1249 ميلادية إلى 8 فبراير 1250 ميلادية. وهذا خطاب لويس التاسع إلى الملك نجم الدين. أما بعد، فإنهم لم يخف عنك إني أمين الأمة العيسوية، كما أني أقول أنك أمين الأمة المحمدية، وأني غير خاف عنكم أن أهل جزائر الأندلس يحملون إلينا الأموال والهدايا، ونحن نسوقهم سوق البقر، ونقتل منهم الرجال ونأثر النساء، ونستأثر البنات والصبيان، ونخلي منهم الديار. واستكمل لويس قائلا: وقد أبديت لك ما فيه الكفاية، وبذلت لك النصح إلى النهاية، فلو حلفت لي بكل الأيمان ودخلت على القساوس والرهبان، وحملت قدام الشمع طاعة للصلبان، ما راودني ذلك عن الوصول إليك وقتالك في أعز البقاع عليك. فإن كانت البلاد لي فيا هدية حصلت في يدي، وإن كانت البلاد لك والغلبة عليك فيدك العليا ممتدة إلي. وقد عرفتك وحذرتك أو عرفتك وحذرتك من عساكر، وقد حذرت في طاعتي عساكر تملأ السهل، وعددهم كعدد الحصى، وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء. والحمد لله تم هزيمة الصليبيين وانسحابهم أمام مقاومة الشعب، ولذا كان هذا رد المصريين على خطاب لويس التاسع ملك فرنسا. أما بعد، فإنه وصل كتابك وأنت تهدد فيه بكسرة جيوشك وعدد أبطالك، فنحن أرباب السيوف، وما قتل منا قرن إلا جددناه، ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه. فلو رأت عيناك أيها المغرور حد سيوفنا وعزم حروبنا، وفتحنا منكم الحصون والسواحل، وأخرجنا منكم الديار الأواخر منكم والأوائل، لكان لك أن تعض على أناملك بالندم، ولا بد أن تزل بك القدم في يوم أوله لنا وآخره عليك، فهنالك تسيء بك الظنون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإذا قرأت كتابي هذا فكن فيه على أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكن على آخر سورة صاد: ولتعلمن نواهم بعد حين. وتعود إلى قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، المكان الذي تم أسر لويس التاسع به.